دكتور علي، طبعا هذا التطور يلي طرأ على طريقة إجراء العملية وكل هذه التقنيات الحديثة، بالنسبة للنتائج أغلبنا بيعرف أنه إجراء الليزك أو يعني على كل أنواعه في نسبة أنه مشاكل النظر رح ترجع حتى بعد سنوات، وأنا هذا اللي صار معي شخصيا. أنت مجرب الموضوع معك 5 سنوات وبالفعل مشكلة النظر بترجع، هلا ما بترجع بنفس الدرجة التي كانت بها المشكلة لكن لا تختفي. هي التقنية رح تشيل هذا الموضوع، رح تحله؟ سؤال ممتاز نور. هو المشكل الأساسي متعلق بنحن بجسمنا ما بيكون النظر بعد ثابت، من هون أهمية المريض بس يزور الطبيب يتأكد أنه في على الأقل فترة ثبات سنة. بهيدي السنة نحن بنتأكد أنه ثبت النظر وبصير فينا نصحح، وحتى لو في ثبات حاليا بسبب استخدام الشاشات عم يتغير نظرنا. لما تقول ثبات أنت قصدك دكتور أنه مش عماله يزيد تدهورا، يعني صحيح. أنه هو على نفس الدرجة نفس الوضع. صحيح، بس للأسف حاليا مع الشاشات عم بيصير، ليش بدنا نوصل ل 50% من الناس على 2050 عم بيحتاجوا نظارات؟ بسبب الشاشات. يعني حتى لو كان نظرنا ثابت ممكن بعد 5 سنوات 10 سنوات يتغير. أهمية التقنيات الحديثة أنه فينا نرجع نعيد مرة ثانية بحال كانت القرنية آمنة وأنه تقنية بتسمح لنا. وتماما هذا الشيء ذكرني بعمليات تنزيل الوزن والسمنة، إذا المريض ما اتبع نظام غذائي متوازن رح يرجع الوزن 100%. هلا الشيء الجيد بالعيون مش انه 100% من الاشخاص رح يرجعوا يتغيروا، النسبه هي 2 إلى 5%. اوكي.